أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة المحلية. بداية وبغية تحقيق دخول مدرسي ناجح، هياكل ومؤسسات تربوية تعزز بها قطاع التربية بالمقاطعة الإدارية بالحراش تتوفر على كل التجهيزات الضرورية للرفع من مستوى التعليم والحد من الاكتظاظ في الأقسام. عبد الفتاح دراري. تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، أربع مؤسسات تربوية ستدخل حيز الخدمة في بلدية عديدة بالمقاطعة الإدارية الحراش بهدف تخفيف الضغط على المدارس والأقسام. المدير تاع المدرسة خدنا مبادرة مع المير رجعها كمؤسسة تربوية. احنا نشكرهم العمد ان شاء الله ولادنا يوليو يقراو لهنا. نشكروا احنا ولاد الحي هذا تاع بوروبا. نشكر السلطات المحلية اللي خمت في بوروبا ودارت هذا المشروع تاع المسيد هذا ولولادنا. الهيئات الوصية تعمل على تأهيل وتجهيز المؤسسات بكل المرافق اللازمة كالمطاعم المدرسية والتدفئة المركزية والملاعب الرياضية. في إطار التحضير للدخول المدرسي، عملت المقاطعة الإدارية الحراش على جملة من الأشغال مست 86 مؤسسة تربوية للطور الابتدائي بمبلغ فاق 996 مليون دينار جزائري. حاولنا خلال فترة العطلة لمباشرة أشغال التهيئة التي مست قاعات التدريس، استحداث بعض قاعات الإطعام، أيضا أشغال لإعادة الاعتبار لبعض المؤسسات التربوية. مشاريع جسدت بناء على دراسات استشرافية بهدف التمدرس في أحسن الظروف لضمان جيل يواصل مسيرة البناء. إلى أجواء موسم الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة ببعض ولايات الوطن، باتت المسابح العمومية بولاية بشار وجهة مفضلة للشباب والأطفال للانتعاش وممارسة رياضة السباحة، تقول هواري كريم. مع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة بولاية بشار وتزامناً والعطلة الصيفية، أضحت المسابح الملاذ الأول للأطفال وعائلاتهم كبديل لأجواء البحر والتنقل إلى الولايات الساحلية. أنا في العطلة الصيفية أنا نجي للمسبح باش نعوم وأنا فرحانين، ما نقي كل شيء نقي. لعبت كل يوم، جيت هنا وعمت كل يوم. أنا نجيب الأولاد هنايا كمتنفس ليهم. بحكم ان هذه المنطقه صحراويه، يعني ما كانش البحر ما عندهمش، وماشي كاع العائلات يقدروا يوفروا ولادهم البحر. رانا نسعوا باش ان شاء الله بهذه الفئه كاع نحتووها، الحمد لله نحاولوا نحتووه ونوفروا له الاجواء اللي يقدروا يرتاحوا فيها ويفوتوا فيها في فتره الصيف. ومن أجل تخفيف الضغط على المسابح الجوارية والمقدر عددها بثمانية مسابح على مستوى الولاية وتوفيرا لبيئة آمنة للسباحة بعيدا عن الأماكن المحظورة على غرار البرك والسدود التي كانت تشكل خطرا على صحة وسلامة مرتاديها، تم تخصيص 10 مسابح متنقلة لفائدة المناطق النائية. أنا فرحان من جابوا لنا البيسين وفرحنا بزاف، ومن السباحة كلها زينة ورائعة. البلدية استفدت بهذا المسبح المتنقل، واللي راه اللي راكم تشوفوا الأطفال اللي راهو فرحانين، ونتمناو ثاني مبادرات واحدة أخرى. عندنا 6 مسابح هي يعني كما نقولوا احنا راهي تشغل 100%، بالإضافة إلى 3 أحواض. هاد الأحواض هذه ثاني يعني هي على الهواء الطلق، هي ثاني تشغل يعني بصفة دائمة. وزيادة على هذا كما نقول احنا استغلنا فرصة هذه الميزانية الإضافية، وكما نقولوا درنا بعملية اقتناء بما نسميها احنا بمسابح جوارية متنقلة. زيادة عدد المسابح يعتبر إضافة ومكسبا من شأنه توفير الراحة والمتعة للساكنة بالولايات الجنوبية. ولاية إن صالح تحيي ليالي الصيف بتصدير برنامج ترفيهي من قبل مديرية الثقافة يشمل أنشطة متنوعة صنعت أجواء مميزة وسط الأطفال والعائلات. عن كثب أحمد بن مسعود. هنا بساحة الصمود، الوجهة المفضلة التي يقصدها الصغار والكبار من أجل الترفيه والترويح عن النفس وقضاء أوقات ممتعة في فصل الصيف من خلال تخصيص فسحة لتسلية الأطفال ومسابقات تنافسية بين العائلات. جينا المهرج
ورفه علينا ولعبنا ولعبت كثير وفزت. حاجة زينة مليحة والفرجة للعيل. بما أننا كنا مشاركين شملنا من كل العائلات ومن كل من أراد أن يشارك فهذا اللي تعم الفائدة. والدار درتوها مليحة الحق. كامل الناس راهم العيل جايين ونسا محتفلين به والعيل جا تبارك الله. ما كانش بلاصه زعما يمشوا للناس، هي حاجه زينه مسبقه بالعاس ان الناس تثقفوا من الاطفال يبدلوا شويه يترفعوا على الجو تاعهم. هذه النشاطات باش ينشطوا الاطفال. مديريه الثقافه والفنون لولايه عين صالح سطرت برنامجا ثريا ومتنوعا يهدف اساسا الى تنشيط الحركه الثقافيه والترفيهيه عبر كامل البلديات. قدمنا فقرات للأطفال تخللها ألعاب، أنشطة ترفيهية ورقصات تربوية تعليمية. هذه النشاطات ترفيهية للعائلات وفيه جائزة كبرى للعائلات إن شاء الله في آخر التنافس المسابقات في هذه، وكان نشاط على مستوى يعني تقريبا كل نهاية أسبوع. إحياء ليالي سيف عين صالح عبر الساحات العمومية التي تعد المتنفس الوحيد لفائدة العائلات. ونختم النشرة بتراث من بلدية أثب يوسف بولاية تيزي وزو التي احتضنت المهرجان المحلي للتراث القديم. التظاهرة شكلت موعدا للعارضين المحليين لتثمين الموروث المادي. التغطية لطوس لكمي قراءة نسرين علوان. تازروت إحدى القرى التابعة لبلدية عين الحمام بتيزي وزو تحتضن كل سنة مهرجانا محليا للعمران المشيد تشجيعا للسياحة الجبلية وللتحسيس على ضرورة الحفاظ على هذا التراث العمراني. منازل أعيد ترميمها بمواد محلية جهزت لاستقبال الزائرين والسياح. أنا شوية تزقى يتعاموا ديكش عمدكش ينفقاونا عمدكش يبارتيسيبون أما ديزارتيزون يعني شبحنا طاش مالا ثوايض لي كات بوان دو بيي. إلا وين يعني يشد نرد زورين لي زاتوليي لي زار بلاستيك وذان يخدم الرقم كيخامن كين يقبور. ورشات موجهة للتكوين في الترميم بتقنية البناء الطينية حضرها مختصون ومهندسون دوليون في البناء. المناسبة فرصة لتبادل المعارف حول المعمار المشيد بالطين. أنا جيت المقيم من أبوندون ينشطح داخل سندياق داخل تبوراز داخل سند تخزاني أبران كيف غادي نجي داخل شطح ندير راه شطح كيجين أدفانن. ما يزيد من جمالية هذا المهرجان أنه يجمع مختلف النشاطات الفنية والثقافية لمناطق مختلفة من جزائرنا العميقة. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا المحلية. السلام عليكم.